وصلنا لسؤال 26 بيج 21 ساوند بالموضوع 1-4 هنا الصوت. هذا السؤال هنا وصلنا الصوت 20. إذن الإنسان يمكن أن تسمع الأصوات التي لا يقل ترددها عن 20 هرتز ولا يزيد عن 20,000 هرتز. أكتب متباينة مركبة تمثل الترددات التي لا تسمعها إذن الإنسان ومثل مجموعة الحل على مستقيم الأعداد. أنا عندي إذن الإنسان لا تقل عن 20 هرتز يعني X أكبر يساوي 20 ولا تزيد عن 20,000 هرتز يعني X أصغر يساوي 20,000. إذن الـ X أكبر يساوي 20 وأصغر يساوي 20,000. إذن نكتب متباينة أما الـ X أصغر من 20 أو X أكبر من 20,000. تنافر هنا بيناتهم نرسم على خط الأعداد الـ 20 تنافر نقطة سوداء فجوة وفجوة هنا 20,000 وهنا 20 تنافر بيناتهم. سؤال 29 تحدي اكتب متباينة مركبة تمثل مدى طول الضلع الثالث في كل مثلث. عندي 7 سنتيمتر ب 12 سنتيمتر ب X مجهول. هنا نريد طول الضلع الثالث نكتب متباينة طول الضلع الثالث. هنا نجمع كل اثنين لازم أكبر من الضلع الثالث. نجمع السبعة زائد X أكبر من 12. إذا أودي السبعة يمن 12. X أكبر أو يساوي 12 ناقص 7. X أكبر من 5 صحيحة. بعدين نجمع السبعة زائد 12 أكبر من X. إذا هنا 7 زائد 12 19 أكبر من X يعني X أصغر من 19 صحيحة العبارة. ثالث وحدة نجمع 12 ويا 7 ويا X أكبر من 7 نودي 12 يم 7 إذن X أكبر من 7 ناقص 12 X أكبر من سالب 5 لا يجوز غلط العبارة خطأ. إذن نكتب متباينة الطول الضلع الثالث الـ X أكبر من 5 وأصغر من 19. 1-5 وصلنا آخر موضوع بالفصل الأول Absolute Value and Qualities متباينات القيمة المطلقة Making Sure صفحات 24. أول سؤال هنا المطلق X ناقص 22 أصغر يساوي 2. إذن X ناقص 22 نحطها بالنص أصغر أو يساوي 2 على جهة اليمين وأكبر أو يساوي سالب 2 على جهة اليسار. نشوف العدد هنا على جهة اليمين قيمة موجبة هنا إذن هنا يصير القيمة السالبة. نتخلص من النظير الجمعي السالب 22 وهو موجب 22. إذا سالب 2 زائد 22 أصغر يساوي X أصغر يساوي 2 زائد 22. إذا 22 يروح 2 20 أصغر يساوي X أصغر يساوي 24. إذا نكتب هنا المتباينة طلع عندنا المتغير. هنا كتبنا الملاحظات بخصوص هذا الموضوع. إذا كان المتغير أكبر من الكبير في اتحاد يعني عبارة أو وإذا كان يعني أو أور وإذا كان المتغير أصغر من الكبير معناتها التقاطع ويعني أنت. هاي الملاحظات إذا كان المتغير أكبر من الكبير تنافر أور أو إذا كان المتغير أصغر من الكبير تقاطع تجاذب. إذا هنا هذا السؤال الأول مطلع على درجة حرارة والسؤال الثاني على زاوية القائمة هذا صفحة 24. أول واحد تعد درجة حرارة المثلث داخل شقق 22 سيليزية بزيادة أو نقصان لا يتجاوز 2 سيليزية. هذا حل مادة. وهذا السؤال الثاني الزاوية القائمة تتحول لزاوية حادة ومنفرجة إذا تحرك مؤشر الزاوية إلى اليمين أو إلى اليسار في الأقل بدرجة واحدة. هنا عندي X أصغر تساوي 90 أصغر من 90 زائد 1 نجمعها درجة واحدة و أو أند X أكبر من 90 ناقصا 1 نطرحها من الواحد. إذن هنا X ناقص 90 أصغر من الواحد و أو أند X ناقص 90 أكبر من سالب 1. إذن القيمة المطلقة تصير X ناقص 90 أصغر من الواحد. هنا نحل متباينات القيمة المطلقة ومثل الحل على مستقيم الأعداد. عندي المطلق X زائد 1 أصغر من 5. هنا نحط الـ X زائد 1 هاي أصغر من 5 تصبح على اليمين وعلى اليسار أكبر من سالب 5. هاي الإشارة دائما
الأكبر من عندها الأكبر على اليمين، إذن أكبر من سالب 5، هنا عندي موجب 5، إذن هنا تصير سالب 5. نضيف النظير جمع الموجب 1 وهو سالب 1، سالب 5 سالب 1 أصغر من x زائد 1، سالب 1 أصغر من 5 ناقصا 1، إذن سالب 6 أصغر من x أصغر من 4. هنا إذا x هنا أصغر أكبر من الكبير 4 أصغر العفو أصغر من الكبير، إذا كان المتغير أصغر من الكبير تقاطع تجاذب، إذا S تساوي S1 تتحد مع S2، X حيث X سالب 6 أصغر من X أصغر من 4، ونرسم سالب 6 والأربعة، وهنا فجوة وهي فجوة وتجاذب بيناتهم. هنا السؤال السابع، X زائد 4 أكبر من 6، نحط X زائد 4 أكبر من سالب 6، هنا أكبر من 6 أكبر من 6، فأكبر من 6 تصير الستة الموجبة على اليسار والسالب 6 هنا على اليمين، إذن هو أصغر من سالب 6 وأكبر من 6. نضيف النظير الجمعي موجب 4 وهو سالب 4، فصل 2 أكبر أصغر من X وX أصغر من سالب 10، إذن هنا المتغير أكبر من الكبير اتحاد، S1 تتحد مع S2، S يساوي S1 تتحد مع S2 ويساوي 2 أصغر من X تتحد مع X أصغر من سالب 10، فجوة على 2 وفجوة على سالب 10 لماكو مساواة وتنافر بيناتهم. هنا مطلق 2X زائد 7 أكبر أو يساوي 8، إذن 2X أكبر أو يساوي مدة 7 يمن 8 صار ناقص 7، إذن مطلق 2X أكبر أو يساوي 1، نحط 2X أصغر أو يساوي سالب 1 أكبر أو يساوي 1، نقسم على 2 معامل X، إذن 1 على 2 أصغر يساوي X أصغر يساوي سالب 1 على 2 سالب 1 على 2، إذن المتغير أكبر من الكبير اتحاد، S تساوي S1 تتحد مع S2، S تساوي نص أصغر يساوي X تتحد مع X أصغر يساوي سالب نص. إذا كان العدد إذا كان البسط أقل من المقام، إذا القيمة العدد بين الصفر والموجب 1، وهنا بين الصفر والسالب 1، هنا فجوة سوداء وهنا فجوة سوداء لأنه أكو مساواة وتنافر. البقية نفس الحل نفس الطريقة. هنا نحل سؤال 13، نيم بي مقام x زائد 12 على 4 أصغر يساوي 9، إذن x ناقص 12 على 4 أصغر يساوي 9 على الجهة اليمين وأكبر يساوي سالب 9 على الجهة